أدى نحو مليونين وأكثر طبعا مسلم مناسك حج هذا العام قادمين من جميع أنحاء العالم لأداء فريضة الحج، وقد حرصت المملكة العربية السعودية حفظ الله بتوفير أرقى الخدمات وتسهيل جميع السبل لخدمة ضيوف الرحمن. هناك إحصائيات أخيرة لهذا العام، ومن يتحدث دائما عن الإحصائيات هو المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، ويسعدنا أن يكون معنا المدير إدارة الإعلام والوعي الإحصائي المتحدث الرسمي تيسير المفرج. صباح الخير أستاذ تيسير، وكل عام وأنتم بخير. صباح النور وحياكم الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يساعد ويوفق جميع الجهات الحكومية على تقديم الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن. اللهم أمين. تيسير، احنا عارفين أنك أنت قبل ما تدخل اجتماع وجاي معنا على السريع، فأعطينا إيش آخر الإحصائيات لموسم حج هذا العام؟ الإجمالي العام للحجاج يمكن زي ما ذكرت أنت في المقدمة 2,352,122 حاج، من خارج المملكة 1,752,014 حاج، من داخل المملكة 600,108 حاج. الإجمالي العام الذكور بالنسبة للحجاج الداخل والخارج 1,334,080 حاج. الإجمالي العام بالنسبة للحجاج الإناث بلغ 1,018,042 حاجة. بالنسبة للحجاج القادمين من خارج المملكة، حجاج دول مجلس التعاون الخليجي 32,600، حجاج الدول العربية عدد دول مجلس التعاون 383,044 حاج، الدول الآسيوية عدد دول العربية 1,042,335 حاج، الدول الإفريقية عدد دول العربية 186,873 حاج، الدول الأوروبية 84,894 حاج، دول أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا 22,268 حاج. بالنسبة لمنافذ القدوم إلى مكة بحجاج الخارج طبعا، نتكلم عن 1,648,332 من الحجاج كانوا عن طريق المنافذ الجوية، 88,855 كانوا عن طريق المنافذ البرية، 14,827 كانوا عن طريق المنافذ البحرية. بالنسبة لمواعيد وصولهم حجاج الخارج، فتم تقسيمها على ثلاث فترات زمنية، من بداية الموسم وحتى 18 ذي القعدة اللي وصل من خارج المملكة 528,864 حاج، من الفترة 19 ذي القعدة حتى 30 ذي القعدة اللي وصل من خارج المملكة 785,346 حاج، وخلال الفترة من 1 إلى 7 ذي الحجة اللي وصل 437,804 حاج. نعم. على مستوى حجاج الداخل اللي هم قلنا إجمالي حجهم 600,108، الحجاج القادمين من مدن ومحافظات المملكة وصلوا 229,308، حجاج داخل مدينة مكة 370,800. إذا نبغى نشوف بالنسبة للقادمين الحجاج الداخل عن طريق المنافذ، فكان طبعا أكثر منفذ عليه دخول كان منفذ الشميسي اللي هو جدة مكة، كان نسبة الدخول منه 36%، طريق الشرايع كان نسبة الدخول عن طريق 28%، طريق مكة المدينة كان نسبة الدخول عليه 19%، أما باقي الطرق الثلاثة طريق الجنوب مكة وطريق الطائف وطريق جدة مكة القديم فكان إجمالي الدخول عن طريقهم 15% تقريبا. طبعا بالنسبة أيضا لحجاج الداخل فأكيد أنه أيام كل سنة بنفس تقريبا المواعيد، أيام السابع والثامن والتاسع هي أعلى نسبة توافد لحجاج الداخل، خلال الثلاث أيام هذه فقط دخل 86% من إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة. السيارات، إجمالي السيارات اللي دخلت إلى مدينة مكة وتحمل حجاج 31,569 حاج. ما شاء الله تيسير، ما شاء الله، يعني إحصائيات جدا دقيقة عودتمونا عليها دائما تيسير. تيسير، إذا عندك مقارنات بين موسم حج الماضي وموسم حج هذا العام بين الأرقام، أو مميزة، أرقام مميزة ممكن نذكرها. طبعا خليني أقول لك، خلال العشر سنوات الماضية تقريبا يعني مع السنة هذه احنا نتكلم عن قرابة 26 مليون حاج.
خلال 10 سنوات وضف عليها السنة هذه. نعم. خلال برضو 10 سنوات الماضية كانت أعلى نسبة حجاج كانت عام 1433. ما شاء الله. وصلت 3,161,000 حاج. صحيح. هذا عام 1433. صحيح. كانت أقل سنة في السنوات الماضية في 10 سنوات الماضية كانت العام الماضي كانت 1,862,000. نعم. طبعا خلال 5 سنوات من عام 1434 و35 و36 و37 وهذه السنة 38 فأعلى سنة هي السنة هذه 2,352,000. نعم. طبعا في زيادة تقريبا بأكثر من 35% عن العام الماضي والحمد لله يعني إلى الآن احنا نشوف أنه الطاقة الاستيعابية مناسبة جدا لتقديم الخدمات بجودة عالية وهذا ما الحقيقة يشهد فيه القاصي والداني وكل من زار المشاعر المقدسة والبيت الحرام. بالتالي احنا نشوف انه الزيادة اللي موجودة هي زيادة مضطربة او مضطردة لانه نتكلم عن زيادة الخدمات، زيادة الاماكن، زيادة الطاقة الاستيعابية في بعض الاماكن، الحمد لله انتهاء جسر الجمرات، كل هذه الاشياء تساعد على الزيادة بشكل عام من كل سنة عن سنة. جميل. تيسير خليني أسألك سؤال أخير، كيف يمكن لمخرجات الإحصاءات أن تكون نقطة الانطلاق وأيضا تطوير لكافة الجهات المعنية بالحج والعمرة؟ الهيئة العامة للإحصاء الحقيقة في مثل المخرج هذا الإحصائي حق الحج احنا نشرنا في يوم في ليلة عرفة النشرة الإحصائية وفيها 40 مخرج، يعني الأرقام اللي ذكرت إياها في كثير منها أكثر منها المخرجات اللي موجودة 40 مخرج إحصائي موجودة في النشرة الإحصائية للحج وهي متاحة النشرة الآن في الموقع، متاحة لوسائل الإعلام، متاحة للمهتمين الدارسين، متاحة طبعا بالتأكيد للجهات الحكومية. لا يوجد عمل تنموي أو تخطيط أو مشاريع أو برامج من غير ما يكون في بنية أساسية معلوماتية تنطلق منها هذه المشاريع. صحيح. لذلك كل ما تقدمه الهيئة العامة للإحصاء الحقيقة هو عبارة عن بنية معلوماتية دقيقة لمشاريع الجهات الحكومية في الجهات القادمة أو في السنوات القادمة، وحتى يعني تكون في الصورة من يوم غدا 13 في الحجة تبدأ الجهات الحكومية في المملكة كلها في الاستعداد للموسم القادم. جميل. لذلك احنا حرصنا أن تكون هذه الإحصاءات موجودة من نهاية من مغيب شمس يوم عرفة حتى فعلا تبدأ تستفيد منها الجهات الحكومية. طبعا تم تزويد كل الجهات الحكومية بهذه الإحصائيات بالتفصيل، وبالتالي متوقع أنه زي ما قلت لك العمل للموسم القادم هو يبدأ من يوم غدا 13 ذي الحجة استعدادا للموسم القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع. لكم دور كبير جدا، التلفزيون السعودي كان حاضر بشكل استثنائي هذا الموسم الحقيقة، في كل مكان نجد كاميرا، في كل مكان نجد مايكروفون، في كل مكان نجد مراسل. هذه التغطيات الحقيقة نقلت صورة حقيقية للخدمات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله، فشكرا لكم وزارة الإعلام، شكرا لكم التلفزيون السعودي في كل قنواته وبرامجه وطواقمه، فخورين فيكم وبعملكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم الإعانة والسداد في كل وقت وكل حين. ونحن كذلك تيسير شكرا لك وأيضا لفريق العمل في هيئة العامة للإحصاء اللي صراحة يقدمون دائما جهد جدا دقيق ورائع. شكرا لك تيسير، وأنت المتحدث الرسمي ومدير عام إدارة الإعلام والوعي الإحصائي. شكرا تيسير، يعطيك العافية.